السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنفتح مع بعض برنامج الافتر افكت. هيطلع لنا الويندو ديت، هنختار منها نيو بروجكت، وبعد كده هنفتح هنعمل كومبوزيشن جديد. كومبوزيشن ده زي فولدر يحتوي على مجموعة ليارات. هنعمل واحد ونعمل من هنا الكومبوزيشن، بنكتب هنا الاسم وهنا الويدث وهنا الهايت، زي برضو الالستريتور. تمام، هنا 1920 في 1080، انت الصور اللي احنا عاملينها المقاس بتاعها 1920 في 1080. تمام، وتحت هنا الديوريشن، الوقت. الوقت ازاي؟ هنا ده الساعة، ده الدقيقة، ده الثانية، ده الفريم، يعني المدة بتاعت الفيديو. بتكتب يا اما مثلا دول 20 فريم و3 ثواني، عايزة تكتبي مثلا دقيقة أو دقيقتين أو 10 أو 20، whatever. عايزة تكتبي ساعة وكم دقيقة وكم ثانية وكم فريم، على حسب مدة الفيديو. وبعد كده بنقول أوكي. هنا فريم ريت، الفريم ريت هنا عايزينه 30 ولا 29 و97. ساعات بنستخدمها 29 ساعات 30 ساعات 25، على حسب الفريم ريت اللي انت عايزة تشتغلي بيه. تمام، وبعد كده بنقول له أوكي. بيتعمل لنا composition اهو. لو انا مثلا خلاص ما سجلتش اسمه وبعدين عايزه اغير الاسم، مثلا اسميه final مثلا يعني، وعايزه اعمل يعني rename للاسم بتاع comp ديت، ممكن اعمل right click واختار كلمة rename، هتبقى highlighted. او هنا هنا اعمل enter اللي في النص اللي فوق اللي في الكيبورد، مش الانتر اللي ناحية الأرقام، لا الانتر اللي ناحية فوق الأسهم يمين وشمال وفوق وتحت، فبتعملي هايلايت على الكلمة برضو، وبقوم كاتبة مثلا فاينل. كده احنا عملنا كومبوزيشن جديد. طب انا لو عايزة اجيب حاجة من عندي على الكمبيوتر، اجيب الالستريشن فايل اللي انا كنت عاملاه على الكمبيوتر، حاجة من الاتنين، يا اما رايت كليك وامبورت وفايل، وهبدأ مثلا انزل مثلا الفايل دوت بتاع رمضان، وفي هنا اختيارات footage composition retain layer size وcomposition، بختار التاني وبقول له اوكي عشان ينزلها لي as a composition، وبيحتوي على الليارات اهو بالليارات بتاعته. تمام، طيب لو فرضا انا وفي طريقة تانية بدل right click وكليك يمين وimport وفايل، لا ممكن اعمل دبل كليك في الحتة الفاضية دي، هيفتح لي واقوم حط هنا المكان بتاع اللي انا حاطه فيه الفولدر، وهقوم حاطه كلمة رمضان. فرضا نسيت وقلت امبورت على طول من غير ما اغير فوتج دي واخليها كومبوزيشن ريتين لاير سايز، وقلت له امبورت، هيديني مسج زي دي. ساعتها المسج دي هيطلع لي اتنين، فوتج ولا كومبوزيشن؟ هي كومبوزيشن. انا اهم حاجه عندي ينزل كومبوزيشن عشان الليارات شغاله. لو انا غلطت وحطيتها فوتج هلاقيها الستريتر فايل بس، والليارات مش موجوده، مش هعرف اتحكم كده، هتنزل لي كفولدر واحد كده، كاي اي واحد بس لاير، مش مفكوك لكذا لاير زي ما احنا كنا عاملين. فانا مش عايزاها از فوتج، انا عايزاها كومبوزيشن. تمام، عايزاها كومبوزيشن. طيب ايه تاني؟ في كذا حاجة عايزين نتكلم فيها، زي الشيب لاير. يعني ايه شيب لاير؟ اهو انا دوست على الشيب وعملت كده، ظهر لي لاير هنا، ده التايم لاين، ده الليرات، اللاير ده اسمه شيب، شيب لاير. اوكي، ورسمت المستطيل ده. عشان اخرج من الاداة بتاعت الشيب لاير اروح على السهم ده او اختصاره في زي الالستريتور. الشيب لاير ده لو نزلت السهم هنا هلاقي كونتنت وترانسفورم. كونتنت في تحتها ريكتانجل، ان هو ريكتانجل. هنا ده الباث، افتح الباث دوت، راوندنس، الراوندنس ديت لو انا عملت كده عملها لي مدوره، ممكن اعمل انيميشن. طالما في هنا الساعه دي يعني اقدر اعمل كي فريم، يعني مثلا احط كي فريم هنا وبعد شويه اقوم ايه عامله له كده. طيب يبقى كده مثلا لو انا مشيت كده مسطره هيرندر لي، يبقى هو عمل الحركه من بعد ما كان حد للشكل ده. تمام،
هنشيل الكي فريم هيشيلهم كلهم. البوزيشن، البوزيشن ده لو دوست على الساعة وهو في البوزيشن ده وبعدها بخمستاشر فريم، شايفين هنا عدد الساعة ودي أو الثانية والفريمات، هنا بقى مشيت هنا في التايم لاين هنا دي خمستاشر فريم، أو موقف هنا أبص ألاقي برضو خمستاشر فريم. طيب همشي كده مثلا، أول ما هحرك أنا عملت أول كي فريم والكي فريم التاني ما عملتوش، ما دوستش على الساعة ولا أي حاجة، أنا وقفت في المكان اللي أنا عايزاه وحركت الحركة اللي أنا عايزاها. يعني لو رحت كده وعملت مسطرة، كليك على مسطرة هيعمل لي الحركة بتاعة الأنيميشن. تمام، كذلك السايز، السايز أنا لو واقفة هنا ومشيت خمستاشر فريم وعايزة أكبر يبقى برضو أهو من هنا لهنا كبر لي السايز. تمام، وهنا الراوندنس قلناها والبوزيشن قلناها. طيب ايه الستروك؟ الستروك دوت اهو، انا المفروض هنا المستطيل ده الفل بتاعه احمر والستروك بتاعه زيرو، ملهوش ستروك يعني. طب انا سي انا عايزه دي ستروك، اهو زودت النسبه بتاعت الستروك. طيب والستروك ويتس برضو في كلمه ستروك اللي تحت اللي جوه اللاير بتاع الشيب لاير اهي، الستروك دي ستروك ويتس هي نفس اللي فوق. ايه 53 53، انت دلوقتي عملتيها زيرو، عملتيها 53 وعملت كليك عشان تظهر وسلكت ظهرت فوق. تمام، طيب هنا بات كاب راوند بروجكتنج، هنا بختار يا اما بات كاب اللي هي الحادة، راوند كاب مدورة اهي، يعني انا بلعب في الاتنين دول لاين كاب ولاين جوين، اختار اول واحدة، اختار اول واحدة كده بقت الايه الحواف حادة. طيب اخترت هنا راوند واخترت في التانية راوند، بقت الحواف مدورة. هنرجع زي ما كنا. تمام، هنا بقى داشز، يعني انا ممكن لو عملت كده هيخليها عبارة عن داشات، داش خطوط كده متقطعة، لو زودت كده الرقم اللي فيها الداشز ديت، لو زودت الاوفست المسافة او يعني بعدهم عن بعض كنترول زي، لو انا عايز ارجع عن اي حاجة كنترول زي. تمام، الشيب لاير احنا قلنا فيه كونتنت وفيه ترانسفورم، ترانسفورم ده موجود في اي حاجه بقى، اي لاير فيه ترانسفورم، يبقى فيه بوزيشن وسكيل وروتيشن واوباسيتي. اوباسيتي، اوباسيتي دي يعني درجه الشفافيه، يعني لو عملت كي فريم هي درجه الشفافيه عندهم 100% مفيش شفافيه، يعني مش هتبقى شفافه. هنا لو خليتها زيرو يبقى هو هنيجي من هنا هيختفي. تمام، اوكي روتيشن، هنعمل كي فريم وبعد كده الروتيشن اهو. تمام، طيب انا دلوقتي مش عايزه لما بنيجي ندور بيدور من فين، من هنا بصوا المربع ده كده بيخلي الشاشه يا اما برجعها ترانسبيرنت شفافه يا اما برجع لها شكل اسود كده حاجه وهميه لكن ما تطلعش في الريندر، علشان بس يبين لي الحاجه اللي انا ما كانتش باينه قدامي، زي الانكر بوينت لو لاحظنا الدوران بيلف حوالين الانكر بوينت. طب الانكر بوينت دي انا عايزه اغيرها اخليها في نص الشكل نفسه، يا اما بدي دي اسمها انكر بوينت او بحرف الواي، هي اختصارها واي، اكليك على الانكر بوينت وانا ماسكه الاداه دي واقوم حطاها هنا مثلا. تعال نشوف بقى الدوران، الدوران اختلف تماما. ليه؟ لانه الاول كان بيلف حوالين النقطه اللي على الجنب، دلوقتي بيلف حوالين نص بتاعه هو، لان هو او حوالين المركز بتاعه هو، لان هو عامل الايه الانكر بوينت في المركز بتاعه فبيلف حوالين نفسه، فبدل ما كان الانكر بوينت بره ويلف حواليها هو دلوقتي بيلف حوالين الانكر بوينت اللي هي في المركز بتاعه. تمام، والسكيل احنا قلنا برضو لو عملنا كي فريم مشينا شويه وكبرنا وثبتنا، يعني كتبنا نفس الكي فريم ديت، هي كنترول سي كنترول في هنا وبعد كده نصغر ده. تعال نشوف
تمام كده، ده الشيب لاير. في حاجة كمان احنا عايزين، بس الشيب لاير الكونتنت بتاعه، مش عايزين الداش. ايوه، و بالفي، لازم اكون بالفي سلكشن عشان تطلع لي الادوات دي. طيب انا مش عايزه فيل، ممكن او ستروك، اعمل ايه؟ كلمه فيل هنا لو عملت كليك عليها، في هنا مفيش، في جريدينت من ال، في راديال جريدينت ودي لينير جريدينت. طيب نخليها مفيش ونقول له اوكي، اخفالي الفيل. طيب لو دي دبل كليك على الستروك ده هيطلع لي اللون بتاع الستروك، اقدر اختار اغيره، وكلمه نفسها بتاعت ستروك بيطلع لي ان انا ممكن ما اختارش لون للستروك. تمام، بس طبعا هنقول كنترول زي. انا عايزه يبقى فيه ستروك علشان عايزه اعمل فيه افكت معين. الشيب لاير هتلاقي تحتيه كلمه اسمها اد وسهم، هنقف كده على السهم ده، وفي تحت كده 1 2 3 4 5 كلمة اسمها Trim Path، نكليك عليها. Trim Path دي اهي، احنا دلوقتي اهو الكونتنت لو قفلناها Trim Path جواها، هنشيل الريكتانجل كده، هتلاقي تحت كلمة ريكتانجل هي Trim Path. نفتح السهم بتاعها، تعال نشوف هي بتعمل ايه. هو كتب لي Start 0 والEnd 100. تعال نشوف End لو غيرناها، بصوا كده صفر بقى، ما فيش ستروك وبقى بيتسحب، وعملنا كي فريم كده، ونمشي شويه وهزوده 100%. تعالوا نشوف كده بالمسطره عشان يعمل رند. ساعات بنلاقي شكل بيبدا ان هو يتحرك بالطريقه دي. تمام، طب تعالوا نبص على حاجه كمان. الستروك هنا حاد، الستروك حوافه حاده. طيب انا عايزه الحافه تكون ناعمه شويه. طب الحل ايه؟ هنروح هنا على الريكتانجل، وعند الستروك احنا قلنا في حاجة اسمها line cap و line joint، هنخليها round و round. بصوا دلوقتي الحركة بتاعت الستروك مدورة من فوق، مدورة من تحت، ولما نمشي شوية كده لغاية الاخر هنحس في نعومة في الاطراف. تمام، هنعملها من تاني، هنخلي الاند والستارت مع بعض والاتنين هيبقوا 100، وهنمشي شوية والاتنين هيبقوا 0. طيب هنعمل ايه؟ هنحرك واحد فيهم ونشوف الدنيا تمشي ازاي. تمام، عايزين نكبر ونوسع الاخرانيين دول شوية. تعالوا اوكي. في حاجة تانية offset. offset دي يعني ايه؟ يعني الحركة بزحة، يعني انا مش عايزة البداية بتاعتي فين؟ اهو لما اجي بحرك دي شوية، بداية من هنا. طيب انا مش عايزة بداية من هنا، انا عايزاها من هنا خلاص. يبقى هتلاقي بقى ايه، او ما تظهر، تظهر من هنا وتبدأ تتحرك الحركة اللي انت عايزاها. تمام، يبقى offset عشان احرك وخلي بداية الحركة تبقى من حتة معينة. تمام كده، عايزين نعمل حاجة تانية. عندنا دلوقتي layer، layer ده ايه؟ layer ده بتاع الصورة الأصلية. لا احنا هنعمل لها delete لان احنا مش عايزين صور، احنا عايزين illustration file. طيب انا عايزة illustration file ده ابقى قادرة ان انا اتحكم في النقاط بتاعته. يعني انا دلوقتي اساسا لو وقفت عليه بالفي اهي بالسهم ده، كأنه صورة مش نقاط. انا عايزة يبقى editable ليا زي الالستريتور كده، البوينتس اللي النقط اللي موجودة فيه بقدر اخدها بالاي باللي هي السهم الابيض، او بالبن تول وانا دايسة على الت. طيب انا دلوقتي عايزة اتحكم في ده، فهي شكلها كأنها صورة. في حاجة هنا بقف على layer اللي هو الإلستريتور فايل، و right click و create shape from vector layer. تمام، ده كده خلاص. layer التاني right click create shape from vector layer، هشوف select ده و control
وسيلكت ده عشان ايه، لو عملت شيفت هيسيلكت كل اللييرات اللي من بينهم، لكن لو كنترول هيسيلكت اللاير اللي انا عملت عليه كليك وبس، وهديليت. تمام كده بقى، تعالوا نشوف ديت. ده الباك جراوند الازرق، انا مش عايزاها دلوقتي. دلوقتي انا عايزه كلمه رمضان. لو رحنا عند جي اللي هي اداه البين تول، اختصارها جي، هتلاقي النقاط بتاعتنا اهي. نقدر نتحكم في بوينت بوينت في الايه، في الكتابه بتاعتي. تمام، اقدر اتحكم فيها واعمل لها كمان اعملها يعني انيميشن في كل نقطه من نقط الشكل. تمام كده. في حاجه كمان احنا ما اتكلمناش عنها، دي ليارات. ماشي، الشيب لاير بيبقى تحت جنبه رسمة ستار كده علشان تبين ان ده شيب. طيب دلوقتي انا السهم ده عشان ابين تحت الشغل ده ايه، كونتنت محتوى وفي ترانزيشن. تمام، في كونتنت وفي ترانسفورم. اوكي كده، وكمان في عندي كذا حاجة من فوق كده، دي مهمة جدا. اولا الشكل ده اسمه hide layer in timeline، يعني انا لو دست كده الشكل اتغير بتاع اللاير ده، فرضا ان هو ده موجود وعملت كليك على الشكل بتاع hide، وهنا الادوات عشان افعلها لازم ادوس على شكل الهايد. بس لازم نبص كويس قوي هنا، هي موجودة بس اللاير نفسه هنخفيه، هندوس على كده فهو اختفى فعلا. عايزين نشوف اللاير راح فين، نروح تاني ندوس على هايد اول لاير هيطلع لنا، يبقى هايد بيشيل وهايد بيرجع. بس اهم حاجة اللاير يكون معمول له الشكل ده علشان يبقى الهايد دي تقدر تتحكم فيه. ماشي، طيب في حاجة كمان ديت، شايفين النقطة البيضة دي، انا بدوس عليها عشان هايلايت حاجة معينة. مثلا اللاير ده هو ده اللي انا عايزة يظهر قدامي، مش عايزة اي حاجة تانية تعملي انترابشن، عايزة هو ده اللاير اللي هشتغل عليه. فهدوس على النقطة البيضة دي فهي اللي هتظهرها هي لوحدها، او هدوس تاني وهترجع لي كل اللي مخفي. تمام كده، علشان وانا بشتغل على حاجة بقية الليارات ما دسش عليها بالغلط او اتلخبط فيها او يحصل مشكلة. تمام، هشيل دي. برضو القفل ده زي القفل اللي موجود على الالستريتور وفوتوشوب، عشان لما باجي بشتغل على لير ممكن ايدي تيجي بالغلط على اللير تاني، في الحالة دي الشغل بتاعي بيبوظ. في التايم لاين ده في حاجة هنا اسمها توجل سويتشز ومودز، وفي هنا ثلاث اشكال، تعالوا نشوفهم حاجة حاجة. أول شكل ده اللي هو بيظهر لي الشكل بتاع التايم لاين بالطريقة دي. طب لو دوست على تانية زود لي أدوات تانية، طب لو دوست على التالتة زود لي أدوات تالتة كمان. الحاجة اللي أنا محتاجاها هي اللي أظهرها. طيب أنا دلوقتي مش محتاجة أكتر من الأدوات دي، بس دي parent، دي parent. يعني ايه parent؟ يعني بوصل مثلا لو انا رسمة ايد، هوريها لكم. زي مثلا انا رسمنا الشكل ده، اوكي، ورسمنا دوست على كابس لوك برضه. تمام، نحاول نشوف شيب سيركل وفيو هسلكت. طيب انا دلوقتي دي سيركل، ده بقى هدوس على الار يعني روتيشن. تمام، مبدئيا كده الانكر بوينت بتاعتها بعيدة قوي، ففي الحالة دي هدوس على الواي واخد الانكر بوينت
وهحطها فوق. تمام تمام دلوقتي انا الشيب لاير هدوس على روتيشن وهبدأ ان انا احركه، هيتحرك حوالين النقطة بتاعت الانكر بوينت. تمام طب انا عايزة الدايرة دي تتحرك معاها، تعالوا نخلي دي زير زي ما كانت. اوكي دلوقتي عايزة السيركل الدراع ده يتحرك، السيركل تتحرك معي، يبقى الشيب لاير عشان دي تتحرك مع دي يبقى هعمل parent مين لمين، عايزة مين اللي لو يتحرك لما حاجة تانية تتحرك، يبقى انا هتحرك لما حاجة تانية تتحرك، يبقى انا اللي مربوطة بالحاجة اللي هتتحرك. ايه اللي هيتحرك؟ الايد. يبقى اربط ده بده، يعني apparent ده بده، هت parent circle بالrectangle. فبالتالي لما اجي اعمل rectangle دوران هلاقي ايه السيركل كلها دارت معي. تمام دلوقتي انا عايزة ادبليكيت اللاير ده، اعمل منه نسخة تانية، حاجة من الاتنين، يا كنترول سي كنترول في او كنترول دي. كلمة كنترول دي يعني بنسخ اللاير اللي انا واقفة عليه. طيب دي نقطة، دلوقتي انا واقفة عند فريم زيرو عايزة امشي لغاية عشرة، هقعد اعمل كده وظبطها، ممكن ما تظبطش وابقى عند السبعة عند التمانية. طب علشان امشي عشرة فريم كنترول شيفت سهم يمين عشرة، كنترول شيفت سهم يمين تاني عشرين تلاتين، احنا اتفقنا ان هي تلاتين فريم، يبقى بعد التلاتين واحد عشرة عشرين تلاتين، بصوا هنبدأ في الثانية التانية عشرة فريم عشرين فريم تلاتين فريم الثانية التالتة عشرة عشرين. تمام وهكذا، يبقى كل ما دوس على كنترول شيفت سهم يمين او شمال بزود عشرة او بقلل عشرة. تمام كده يا جماعة، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.